مساء الخير واهلا بكم، نحن على الهواء مباشره. يعني بشكر يعني حسن نواياكم واهتمام بعضكم بالحاجات اللي بقدمها، وخاصه حكايه الريلز ديت العجيبه ديت اللي عملتها اللي السؤال والجواب دي. هي مش عجباني بصراحه خالص، بس انا دايما، ودي حاجه يعني ممكن يستفيد منها اي يعني حد اخر او حد، مش ضروري حد، يعني حد من ناحيه انه انا لما يبقى في حاجه تجربه لا بفكر، بقول لك مثلا برستيجي، ولا بفكر في سني، ولا بفكر في حاجه خالص. تجربه اقدر اعملها؟ طب هتفشل، طب ما تعمل، مش مدرش حاجه، ما تفشل. يعني ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ ما هو الواحد لازم يجرب حاجات كتير، وحاجات تنجح وحاجات تفشل، انما في حد كده بينجح على طول او بيفشل على طول؟ ما فيش. فقلت اشوف ايه الحكايه دي، فيعني عامله جو. عامله جو. المانجا عملت لي مشكله جامده جدا بقى، ده مش انا صاحبك تبعت لي مانجا، ده الشجره كلها بتطلع 20 مانجايه. لكن حاجه لطيفه جدا، انا هوظف بقى البتاعه دي في حاجه يعني تكون مسليه وطعمه وفيها حاجه تبسطكم ومع بعضينا. يعني فكره ان احنا نبقى مع بعضينا، انا لما قلت في الحلقات اللي بعملها لو في موضوعات بفتحها وببقى يعني على قد الاطار اللي بحكي فيه، الونس بتاع المذكرات وحاجات زي كده، لكن لو عايزين نتكلم فيها نتكلم فيها. فقلت لكم حتى كان حاجه عن المشيره بحكي معاه والرئيس الزعيم عمر عبد الناصر والعلاقة اللي بينهم، لو عايزيني احكي شوية حاجات من الحاجات اللي انا عارفها. يعني انا ما كنتش صاحب عمر عبد الناصر ولا صاحب المشير، بس يعني عصرت لانه عبد الناصر الله يرحمه مات سنة 70، فكان عندي 16 سنة، ولما حصلت 67 واللي حصل مع المشير كنت عندي 13 سنة، 13 سنة، فكنت متذكر واعي جدا، واعي ب 67 جدا، مش صغير يعني، واعي وواعي جدا لما المشير بعديها بكذا شهر بقى القصة بقى غامضة. هل هم قالوا له انتحر؟ حطوا له حاجة قدامه؟ هل هو انتحر من تلقاء نفسه؟ هل 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 أسئلة كتيرة جدا على فكرة ملهاش إجابة. يعني أتوقع إن أنا بحكي عن عبد الحكيم عامر والرئيس الله يرحمهم الاثنين عبد الناصر هبقى عندي إجابة عن السؤال ده. ناس راحوا جم للصبح، لكن العلاقة اللي بين الاثنين كانت علاقة عجيبة، اثنين صحاب قوي وقصة كبيرة جدا. هحكي لكم فورس، أحكي لكم المعلومات اللي عندي اللي جمعتها من قراءات أو جمعتها من ناس قعدنا معاهم أو برامج في التلفزيون أو حاجات زي كده. فأنا لما بطرح ده في المذكرات وفي أي حاجة يعني حتى قلت لكم قريب لو عايزين أحكي لكم تاريخ، فلقيت في ناس كتير منكم بتقول أيوه احكي لنا قصص تاريخ. طيب قربونا شوية. يعني هل التاريخ الماضي قوي يعني، ولا التاريخ القريب، ولا أي تاريخ؟ التاريخ كبير. هل هو تاريخ الدولة الإسلامية ولا الدولة العثمانية مثلا لما كانت ماسكة الدولة الإسلامية وكانت مسيطرة عليها وكانت هي بتشكل الدولة، ولا أسرة محمد علي؟ كل ده ممكن أرجع له. على فكرة أنا مش قارئ أكتر منكم، ولا عندي علم أو ثقافة زي ما بعض المتصور أكتر منكم أبدا. أنا كل حكاية إن شغلتنا هي إن إحنا نقدم للناس معلومات أو نناقش قضايا حالية بتبقى ليها كده حاجات في التاريخ قديمة، ليها نفس التأثير، ليها نفس الإعادة، ليها حاجة يعني كده. فدي طبيعة شغلنا، فطبيعة شغلي إن أنا لو أنتوا عايزين حاجة معينة في إطار التاريخ، لقيت الأغلبية رايحة في سكة، أحب جدا جدا، لأنه التاريخ مع التقدير للسيد وزير التربيه والتعليم بارك الله فيه، هو ال تقدر تقول المنظار الذي تنظر اليه لترى المستقبل وطبعا الحاضر. هو التاريخ كده، التاريخ كده.
وعلى فكرة يعني الواحد لما بيقرأ، ودي كانت نصيحة من الأستاذ لويس جاريس الله يحفظه، قلت له أستاذ لويس أروح كلية إيه عشان أبقى صحفي يعني أستفيد من الجامعة في شغلتي؟ قال لي هم كليتين طبعا مجموعي ما يجيبش إعلام، فالحقوق أو الآداب، بس الآداب قسم تاريخ، هو حدد لي كده. وأنا كنت بحب التاريخ جدا وما زلت يعني، فدخلت آداب تاريخ وتعرفت على طبعا قريت بقى حاجات كتير في مجالات كتيرة جدا جدا. ممكن أقول لك إن أنا نسيت معظم اللي قريته، لكن فهمت معظم اللي قريته وحسيت بمعظم اللي قريته، ويعني كونت فكرة على الدنيا من التاريخ القديم. كان بيودولنا دكتور كبير يعني مش فاكر اسمه، لا كان اسمه الخشاب، بس مش دكتور الاجتماع، دكتور تاني. ودكاترة كان بعتز بيهم جدا، كانوا بيقولوا لنا حاجات حلوة جدا. في ناس ردوا على حاجات كتير يعني ليها علاقة بأني معاك في التاريخ، هقول لك يعني ايه ده؟ قول لي. هاني عايز التاريخ المصري كله، التاريخ المصري؟ إيهام عايزة تاريخ الفتنة الكبرى، في رشا عايزة أي تاريخ ليه تأثير واضح في حاضرنا، أحلام عايزة الدولة الإسلامية، يعني حاجات كتير. اوكي، بس يعني التاريخ المصري كله منين ده؟ يعني منين؟ ممكن يتحكي في 10 دقايق، ممكن يتحكي في 10 سنين. انما يعني نشوف نلقط بس حاجات كده من العلامات الكبيره في تاريخ بلدنا اللي لازم الناس تبقى عارفاها. ودي اللي انا هستغلها في حكايه الريلز، ان في معلومات في التاريخ يصح انك تعرفها، وفي معلومات يبقى جميل انك تعرفها، في معلومات لازم تعرفها. لازم تعرف، يعني لازم تعرف مصر اتحكمت بمين على مدار السنين. لازم تعرف المعلومه دي. عشان تلاقي انه اول مصري حكم من 2000 وكذا سنه فلان، فتبقى فاهم القصه. تبقى فاهم الحكايه عشان ما حدش يقول لك الايام بتاعت مين كانت مين كانت ايه. ففي حاجات لابد ان الناس تعرف. انا هحاول القط الحاجات دي واقدمها لحضراتكم. دكتور محمد بيسالك ايه رايك في وقعه عمرو دياب وبعدها محمد فؤاد؟ لا، وقعه عمرو دياب دي قصه ثانيه خالص غير محمد فؤاد. وقعه محمد فؤاد هي بقى ايه؟ طبعا انا ممكن افتي فيها الصبح واقول وادين حد طرف من الاطراف وحاجات زي كده، لكن الشعب المصري عنده احتكاك حقيقي بالطوارئ في معظم المستشفيات، ومش المصري بس، ده دول كتير فيها نفس الحكايه دي. بصرف النظر عن مين الموديل، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انما طبعا ممكن واحد افتي واهاجم فلان او اهاجم فلان، ويستحسن ان انا بقى يعني اطيح بمحمد فؤاد ويبقى كده تمام، لانه في بقى عشان ننصر الاطباء والحاجات دي. حدش يعرف ايه اللي حصل بالظبط. واحد داخل باخوه عنده جلطه، متوتر وبتاع، حصل كذا 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 كذا. لكن دايما بنقول زي مثلا حصلت الاسبوعين اللي فاتوا قصه كبيره على التاريخ والفلسفه، والناس هاجت والتاريخ عظيم والتاريخ، ايه اللي حصل؟ ايه النتيجه؟ ارجوكم تراجعوا النتيجه. ناس قالت وناس عادت وناس زادت، ولا كانكم موجودين ولا كان ليكم تاثير. ده الواقع، لان شوفوا ايه اللي حصل. فإذا كنتش أنت أو إحنا هنستغل أو المواقف اللي تحصل بارزة قوي ونعالج بيها المشاكل اللي موجودة، في مشاكل في الطوارئ، مشاكل رهيبة لا أدين أحد إطلاقا. إنما المستشفيات اللي فيها طوارئ، وخاصة بقى ما المنيرة اللي جنبينا هنا، القصر العيني مش عارف هنا 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 هنا، في أماكن ممتاز، لكن في أماكن فيها مشاكل كتير جدا. الطوارئ عايزه نظره كبيره جدا جدا، انها تبقى منظمه. الدكاتره هناك بيتبهدلوا. انا مش دعوه بمقعد محمد فؤاد، ما اعرفش مين الاطراف اللي فيها. الدكاتره متبهدلين، والممرضات متبهدلين، والموظفين، وحوار عباره عن حاجه رهيبه، لان انا صادفت رحت اكتر من مره. فدي مساله عايزه نظره حقيقيه. هو ما حدش بياخد باله من المستشفيات ولا حد يعمل فيه حاجه، عشان نبقى عارفين يعني ما بيحصلش فيه حاجه خالص، الا اذا كان بعضها بتباع مش عارف ايه، ما عنديش فكره. لكن
التمريض ده هيلي، العلاج هيلي جدا جدا على الناس. يعني النهارده الواحد لما يخش عنايه مركزه يعني في حاجه كده مقبوله يعني يقعد 3 4 ايام بيدفع ارقام مش مقبوله خالص. لكن الطوارئ دي بتبقى حاله حرجه خطر، لابد يكون فيها امكانيات طبيه، فيها اسعافات حقيقيه، فيها عمليه نقل الدال دال دال ده، فيها دخول كريم للمريض وخروج كريم للمريض، فيها احترام وتقدير للدكتور والممرضه ولا يعني. ده انا من ايام البيت بيتك لما رحت واتكلمت على الحاجات دي، ده كان الدكاتره بيقولوا لي ارقام مش ممكن تصدقها على الساعه النبطشيه للممرضه او الساعه النبطشيه للطبيب. ارسا في مشكله كبيره جدا ضمن مشاكلنا الكتيره جدا، لكن المشكله دي في منتهى الحساسيه، لانه غالبا انا بروح وحالتي زي الزفت، عامل حادثه، عندي حد عامل عنده ازمه قلبيه، عنده ما حدش بيروح الطوارئ عشان يقص ضوافره. ما هي باتن بتقول لك لازم الدكاتره والاطباء يتدربوا على احتواء مشاعر المرضى. هم ليه يحتكوا مع احتواء مشاعر المرضى؟ لا انت قصدك اهالي المرضى. اه المريض ما عندوش مشكله، هو ليه بيحتك؟ هو ليه اصلا بيوصل للاهالي؟ ما يبقى في وسيله المريض يخش عند الدكاتره. ليه الاهالي بيبقوا موجودين؟ ليه الاهالي بتوصل لاوضه الكشف واوضه ليه؟ بتقول لي طوارئ هبه، ايوه الطوارئ ان انا اخد المريض ده ادخله اعمل الاسعافات اللازمه. خالته بقى وعمته وصاحبه وقريبه ومش عارف مين وبتاع ويخشوا يقفوا على راس الدكتور. ايه ده؟ بصراحه انا رايحه مع حد بعد الشهر عمري ما هسيبه، لازم ما ينفعش. اشمعنى لما بتروحي بره بتقول لي انا لما اروح مع حد عمري ما هسيبه؟ لا اشمعنى لما بتروح بره في مستشفى ما بتقدرش تفتح بقك؟ انما انا لو مطمن على الوضع خلاص يعني هعمل ايه انا لما اقعد في يعني في اي شكل من اشكال المعامله الانسانيه سواء للمريض اللي جاي والدكاتره اللي موجودين. ده المريض عنده مشكله في استقباله والدكاتره الموجودين عندهم مشكله في عمله. دي اللي انا لاحظته ومش انا بس، ناس كتير جدا. الطريقه ايه؟ انا معرفش. الحل ايه؟ انا برضو في ناس متخصصين دي شغلته، ما اقدرش اقول يعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا. لكن بمناسبه قصه محمد فؤاد، بصرف النظر عن ادانه فؤاد او ادانه الطبيب او ادانه البتاع، ما اعرفش، ما عنديش فكره. ودي انا عايز اوصلها لحضراتكم، انه انا صحيت الصبح على اراء كتير مش عارف جابوها منين. ازاي كده؟ انا مش فاهم ازاي كده. يعني ازاي حادثه حصلت بالليل الفجر وطلع منها فيديو يعني مش حاكم قوي على الموضوع اللي انا شفته. وحكم يا ناس ضد يا ناس مع، يا ناس ضد يا ناس مع، يا ناس تعالى نشوف الحكايه. طيب هتخلص حكايه محمد فؤاد على ولا حاجه؟ هل حد هيبص على الطوارئ في المستشفيات ويبتدي يبص ويعالج الامر بصرف النظر عن مين المدان؟ لكن انا رايي من خلال التجارب اللي انا شفتها في الطوارئ لما رحتها في مستشفيات، يعني انا فاكر مره بنتي خدوها في الطوارئ في مستشفى الفرنساوي كانت حاجه ممتازه، خدوها على طول بسرعه ودخلوها الاوضه وعملوا كل حاجه وانا قعدت بره على فكره. قلت لك لسه تخش جوه؟ لا اخش جوه، الدكاتره بتشتغل. ده بقى نظام يعني ما فهموش انا بصراحه. هو جودة بيقول برضه ثقافتنا غلط، احنا هنا في الخليج غير مسموح لاي شخص يدخل غرفه الطوارئ. لما تبقى في الخليج بقى، ما تبقى في دبي تخش المستشفى عارفين بقى في وشك ما حدش يخش تسكت. انما في مصر هنا انت عايز تخش تكسر الباب وتخش، لا مفيش مجال لده. احنا مش عايزين نعمل مجال لده. لابد نفصل ما بين اللي جايين مع المريض والدكتور عشان يعرف يشتغل، لان الدكتور لما تشغله في حس زحمه ودوشه وهو يا عيني ما عندوش امكانيات ولا عنده يعني معدات كتير ولا عنده حاجه. ما في حاجه بيقول لك امتى؟ تعالوا نقول كده، امتى؟ لما تحصل حادثه نبص لجوارها ما نبصش لسطحيتها. دي الحاله دي سطحيه، واحد اتخانق يا خبر اسود، ده كل يوم في 30,000 خناقه في مستشفى منير اللي جنب هنا، كل يوم. كل يوم اي حد ينزل، انا بقول اهو انا قاعد في البيت اهو، حد ينزل يروح المستشفى دلوقتي اللي بكلمك على المستشفى اللي جنبي. وهما بيشتغلوا الدكاتره والممرضات بتشتغل بيبذلوا مجهود كويس جدا، لكن روح شوف تحس انك انت داخل خناقه مش مستشفى.
هل ده عيب في المستشفى؟ لا ما اقدرش اقول كده. هل ده عيب في الاهالي؟ ما اقدرش برضه اقول كده. في عيب في السيستم. في حين ان انت لما تروح اي مستشفى بتخش بحاله الطوارئ يروحوا واخدينه خاطفينه على جوه ويروحوا قافلين ويشوفوا الحاله. فانت احنا مفيش فايده، مفيش فايده. قال لي فدينا وعملنا وقلنا ده كذا، لا ده كذا، ده كان محمد فؤاد اصله كذا والدكاتره اصلهم. وبعدين زي ما بقول لكم على حكايه وزير التربيه والتعليم انتهت الى ايه؟ اللي عمل اللي هم اللي عايزينه. واحنا دلوقتي برضه في حكايه محمد فؤاد يعني هنقعد نقول كده كده كده، والخناقات موجوده في مستشفيات كتير، في طوارئ مستشفيات كتير. على فكره خناقات محمد فؤاد دي لو رجعتوا كده كتبتوا خناقات الطوارئ في المستشفيات هتلاقي كل شهرين في خناقه زيها بالظبط. بس اللي اتخانق مع الدكاتره مش محمد فؤاد. واحد عادي. وفي حد بيقول لك الدكاتره متغيرين لقله عددهم، هم بيشتغلوا كتير نظرا لسفر معظمهم للخارج نتيجه لقله الراتب وقله الامكانيات واداء التمريض. شفت المشكله فين؟ طب ليه قله الراتب؟ ليه في قله راتب؟ ليه؟ ليه الدكتور؟ انا بقول لك انا بس مش قادر افتكر الرقم، بس كان حاجه هزيله جدا الكلام دوت في من حوالي 10 15 سنه. ما اعرفش الرقم دلوقتي ايه، بس يعني مش عارف كان بياخد المرضى كان بياخد 90 قرش مثلا في الساعه، والدكتور كان بياخد 180 قرش، يعني يجي 2 جنيه في الساعه. ليه الدكتور اللي بيبقى النائب او بيبقى هو ماسك الطوارئ ليه ما ياخدش فلوس كويسه؟ ليه؟ وما تديلوش امكانيات كويسه وما تديلوش احترامه، هو ما احتكش مع اهل المريض، هو يخش في المريض وبعدين يخرج يقول لي اهل المريض الحاله كذا 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 كذا. ما تسيبوش يحتك بيهم، لا ده بيخشوا 15 واحد داخلين هوب وبعدين يروحوا داخلين اوضه الكشف. في ايه يا جدعان؟ احمد عبد الهادي بيقول لك كلامك سليم. في ايه؟ موضوع العلاقه في السيستم، اي نظام صحي ليه اكتر من ركن غير الموارد البشريه اللي هم الدكاتره والتمريض وكده. دلوقتي المشكله اللي عندنا ايه بقى؟ محمد فؤاد شتم الدكتور ولا الدكتور اعتدى على محمد فؤاد؟ طيب نقابه الاطباء طبعا هتنصر الدكتور، ونقابه الممثلين او الموسيقيين مصطفى كامل ادلب دلو قال ان محمد فؤاد ما يعملش كده ومش عارف ايه وبتاع. بقت الخناقه محمد فؤاد والدكتور، الخناقه مش كده خالص. المشكله قائمه. بص في ال لالا مش يعني هقول لكم ايه، هو كده حياتنا كلها كده. حياتنا كلها كده هيصه 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 خلاص، هيصه 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 خلاص. وعلى فكره انا قلت لكم الكلام ده بكام 100 مره، انه دايما نمسك في الموضوع ونقعد ندور في حاجات كده 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 وخلاص مفيش حاجه، خلاص مفيش حاجه. انا عايز اعرف نتيجه الكتابات الكتيره القيمه اللي كتبها ناس افاضل وناس متخصصين في اهميه التاريخ والفلسفه والمنطق راحت فين؟ سكتت، ما حطتش منطق برضه، خلاص راحت كلها. واللي هم عايزينه اتعمل. الله ازاي كده؟ طب واحنا سكتنا ليه؟ لما احنا الناس بدات تهاجم هذا التيار. مش سيبنا بقى من زميلنا الاستاذ تامر امين، ده موضوع تاني وده يعني راي واحد وقعدنا نتناقش فيه وبتاع. راي الشخص غير قرار المسؤول، ده حاجه تانيه. فالقرار بقى المسؤول لما صدر عملنا فيه ايه؟ يعني انا لغايه دلوقتي مش فاهم. في ناس بتقول لي يلا طب هو مش هيدرس في ثالثه ثانوي الفلسفه والمنطق والحاجات دي، طب هو متخصص في الادب، يعني هو متخصص ادبي، يعني ازاي هو مشي القرار؟ خلاص القرار مشي خلاص. والله مفارق بصراحه. عايز تقول حاجه على طبعا في حادثه النهارده حصلت في الدائري فظيعه جدا، دي نتيجه انك انت لما تمشي في الدائري لو كل ما تصادف ان انا اطلع الدائري وانت بيتصادف قليل جدا اللي ما بحبوش ابدا. اعرف انه لابد يكون هي الحادثه لسه ما حصلتش. يعني لسه ما حصلتش حادثه، ده لسه تحصل حادثه جامده جدا. ما بتحصلش وبعدين بتحصل، كل شويه تحصل الحادثه. نتيجه الفوضى. فوضى نتيجة عدم تخصيص طريقة. نتيجة يعني أنا شفت حتة ماشية فيها عربيات نقل في مكان واستعجبت جدا، إزاي عربيات النقل تمشي في الطريق ده الصبح؟ ده إحنا وإحنا عيال صغيرة، وأنا عيال صغيرة
كانت العربيات النقل في شوارع معينة وفي حتة معينة ما تمشيش الا 12 بالليل. وكان شارعنا شارع الاستئناف لما كبرت شوية في شركات نقل بتنقل الحاجات للصعيد، فالشركات دي تيجي الفجر تركن عربياتها. العربيات دي تتحرك الساعة 12 بالليل. يعني يفضل الشارع فيه العربيات دي طول النهار تعبي تملى البضاعة بتاعتها. الساعة 12 بالليل تخرج من الشارع. قبل كده لا يمكن تخرج. ده أيام الراديو. أيام ما كانش فيه تلفزيون ملون. إيه اللي حصل؟ إزاي العربيات نقل بتمشي كده؟ تمشي كده؟ تمشي كده؟ لا ده يبقى ليها ميعاد وليها طريق والطريق متحدد. يعني أنا بشوف حتت في الدائري، في الدائري كتير جدا مش ما فيهاش خطوط. ما فيش خطوط في الشارع. فطبعا تحصل حادثة وحادثة 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 وحادثة. ما هتحصل إيه؟ ما هيحصل إيه؟ وأنا عايز أقول لكم حاجة، طلعوني من الشأن العام أرجوكم، لأنه الشأن العام بقى حزين جدا وبقى مر جدا وبقى يعني بقى مسكين. فيعني يعني الدنيا بقت أصعب من الواحد يتكلم عنها. يعني أصعب بكتير جدا من الواحد يقيم اللي بيحصل، يشوف اللي بيحصل، لأنه أنت بتشوف الحاجة وبتحصل وتحس إنها هتحصل. يعني أكيد أنتوا مشيتوا على الدائري أكتر مني وعارفين إن كل يوم لابد يكون حصل حادثة كبيرة. لابد تحصل حادثة لأن بتشوف العربيات بتجري وعاملة وبعدين حملات هوجة على اللي بيشربوا المخدرات في السواقين وبتاع، وبعدين نصف لجان بقى في الطرق الجديدة. يا خبر اسود، عملنا كوبري عشان يفك أزمة المحور، فعملوا كوبري كده في منتهى الجمال يخرج كده يوديك على الزمالك على طول، على أحمد عرابي على طول. فتمشي في دقيقة خلاص بقى خنقة ميدان لبنان والحاجات دي مبقتش موجودة، خلاص موجودة بقى للي بيمشي من طريق المحور. نعم تلف من ورا كده تبص تلاقي اللجنة في وشك. الله الله ثابتة. انتوا بتعطلوا الطريق. يعني انا اتعمل المجهود ده والفلوس دي كلها اتعملت عشان الطريق يسلك، وبعدين الطريق بقى مفتوح كده، الشارع بقى مفتوح كده فالناس بتموت فيه. الله، انتوا مش عارفين انكم هتفتحوا الشارع كده؟ مش تعملوا مثلا مطبات؟ مش هتنفع يعني هتعطل العربيات كباري ولا اي حاجه، هتعمل يعني اي حاجه. لا لجنه. طيب اعملوا يعني يعني بعمل مشاكل. انا ارجوكوا ابعدوني عن الشأن العام. احنا هنتكلم في التاريخ رغم انف اي حد، ونتكلم في الجغرافيا، ونتكلم في اهميه. مثلا انا ليه كنت بحب الجغرافيا؟ لانه جميل جدا ان انت مثلا حد يقول لك شيلي، فتقول له اه شيلي دي في شرق اسيا ولا في امريكا اللاتينيه شكلها كده. فانا اقول لك لا دي بلد مستطيله كده في امريكا اللاتينيه مرميه في المحيط، حاضنه المحيط، لان انا شايفها، لان انا بشوف شيلي بتاع كده فرع كده، شيلي دي فرع كده مرمي في المحيط. انتوا عارفين وضع غزه بالنسبه للبحر الاحمر، البحر المتوسط؟ شيلي بقى كده نازله على المحيط كلها، كل البلد، كل البلد. وهكذا لما تبقى شايف دولة وشايف، فتبقى حاجة حلوة، يعني بتبقى حاجة حلوة. مازن بيقول لك في حاجة في مصر منتشرة، كلمة أنت ما تعرفش أنا مين، وكل واحد عامل نفسه حاجة كبيرة، أتمنى إنهم يتعاملوا مع بعض زي لا مش هيحصل. هو مش هيحصل. مش هيحصل. كل واحد يقول أنا مين وأنت مش عارف أنا مين، دي مش هتتغير. دي مش هتتغير، دي عايزة مش عارف عايزة ايه، بس هي موجودة احنا واعيين عليها طبعا. واستفدنا منها على فكرة، مش لان انا ابن مين، لا. انا مثلا بخلص حاجة فبروح لابن مين اللي هو مش ابن الله، يعني ابن مين يخلص لي حاجة. ما عملنا كده كتير على فكرة، اعتقد ان احنا ما زلنا بنعمل كده. ما نعوز نعمل حاجة ندور على حد يساعدنا، دي مسألة بقى ابن مين ومش عارف مين، دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، مش هتخلص إلا بإرادة حديدية
تتصدى لكل واحد بيقول انا ابن فلان او انا فلان. انت مش عارف انا ابن مين؟ مش عارف انا مين؟ انت مش عارف انا مين؟ فخلاص لما انا بقى اقول كده وحد يتصدى لي خلاص يبقى مره في مره في مره الدنيا تبقى مختلفه. يلا تصبحوا على خير عشان التليفون بدا يسخن.